بغيت نذكر السادة الحضور بلا جميع الأقاليم المكونة للوطن العزيز ديالنا في الأونة الأخيرة عرفت واحد الدينامية كبيرة من حيث التنمية الاقتصادية ولا الثقافية ولا الرياضية ولا إلا مدينة الناظور في الأونة الأخيرة عرفت واحد الاستثناء ما غاديش ندخلوا في لي بروبليم علاش ولكن الحمد لله اليوم بهذا الوقت هذا هي فرصه باش نستدركوا الاخطاء اللي وقعت في الماضي للتذكير الاقليم الناظور يعتبر الواجهه ديال الوطن ديالنا الواجهه او المدخل الرئيسي مور طنجه او يعتبر باب اوروبا ويزخر من المؤهلات ما يجعله كيف قال السيد الرئيس قطب اقتصادي ومهم وقاطره ماشي غير في الجهه ولكن في المغرب ككل. اذا بغيت نذكركم كاين واحد الوتيره اللي كتمشى بها ماتشيكا اللي انا عندي واحد التخوف منها كبير لان كيف كنشوفوا ماتشيكا دارت واحد المجهود كبير خدمت واحد الخدمه كبيره هادشي هذا كيخلينا ملي كنخرجوا في المدار اللي تابع المارتشيكا وكندخلوا للناظور كنحسوا بواحد بحال واحد لا كونتراديكسيون كنلقاو مارتشيكا مؤهله بطريقه عصريه وكندخلوا للمدينه الناظور كنلقاو يمكن ما نقدروش نهضروا على المدينه ولكن بحال كنحسوا براسنا بلا احنا في جهه قرويه او عالم قروي اذا خاصنا تضافر الجهود لا من ناحيه ديال الجماعه ولا من ناحيه ديال الجهه اللي الحمد لله بينات بالله عندها واحد الاستعداد باش تدخل شريكه مع الجماعه الناظور والجماعه ديال تريوش في جميع الميادين. انا عندي واحد الملاحظه بسيطه على هذا العرض اللي تقدم دابا ملي كنشوفوا العرض كنلقاو مازال كاين خصص كبير في المجال ديال المشاريع المخصصة للشبيبة والرياضة اليوم ولينا كنهضروا غير على المركب الكبير ونسينا المرافق ديال الشبيبة اللي رجعت خصص كبير في مدينة الناظور. مدينة الناظور فيها قاعة مخطط واحدة بغيت نذكرك السيد الوالي القاعة المخطط ساهموا فيها أو من بين المساهمين اللي كانوا فيها هما الاعيان ديال الناظور اكثر من 50 ديال الناس اللي ساهموا في هذه القاعه المخطط اذا مدينه الناظور هي او خاصها تكون عندها اكثر من قاعه مخطط اكثر من مركب ثقافي وقيل هضرتوا على مركب ثقافي واحد اللي في المدينه اذا انا كنشوف ان مدينه الناظور خاصها يكون عندها اكثر من مركب ثقافي. واحد الملاحظه اللي يمكن غادي نقولها وغادي تسمحوا لي عليها هذه المره الثالثه وانا كنحضر في الاجتماع بحال هذا اللي كنهضروا على مخططات استراتيجيه للتنميه ديال المدينه ولكن الساكنه ملي كتخرج كتجي عندنا كتقول لنا كتقيلوا في الاجتماعات كتهضروا على المخططات ولكن حنا ما شفنا والو على ارض الواقع الناظور ما بغاتش تبدل الناظور ما بغاتش ترجع للمدينه. الله يخليكم هذه المخططات هذه واش كاين واحد المده زمنيه نهضروا على عام على عامين لان حنايا كيف كتعرفوا السيد الوالي حنا المنتخبون حنا هما صلة الوصل ما بين الإدارة وما بين الساكنة، إذا هاد الساكنة هادي ملي كتسقسينا حنا إلا ما بقاتش عندنا الجواب كتخلق واحد 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 لا مي كونفيونس ما بين الساكنة وما بين الإدارة الحاضر حنا، إذا حنايا تمنينا الناظور من هنا عامين من هنا عام ونص نستنى ماشي مشكل ولكن هاد الاعتمادات المالية الضخمة اللي هضرتوا عليها أنتوما وهضر عليها السيد الرئيس الجهة وهضر عليها السيد العامل خصها تترجم على أرض الواقع في خلال عام في خلال عامين واخا ما تسالوش المشاريع ولكن الساكنة تشوف هاد المشاريع هادو مشاريع تنموية سيغتو المشاريع الثقافية لأن المدينة اللي ما عندهاش دور الثقافه اللي ما عندهاش مشاريع ديال الشباب اللي ما عندهاش مشاريع او بنيه ثقافيه مهمه ما كتسماش مدينه كتسمى مع الاسف كتسمى قريه. حنا مدينه ديال الناظور بغينا تكون عندها الملامح ديال المدينه اولا بالمساحات الخضراء ديالها بدور الشباب ديالها بالمركبات الرياضيه ديالها
أعاد بالأسواق إلى 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 جزاء التعبير. عندي واحد ملاحظة أخرى السيد الوالي، وغادي زعما جو فيون بروفيتي لوكازيون، بغينا يكون تضافر الجهود لحماية المساحات الخضراء التي بات الجميع يترامى عليها. هذه المساحات الخضراء خصنا نشوفوا كيف نديروا نحميوها، لانه لو كيتبنوا فيها الاسواق ولو كيتبنوا فيها العمارات خصنا نحميوها ونحميو المآثير التاريخيه. وشكرا. شكرا الاستاذ على